والله يعني مكان زي المتحدة الخدمات الإعلامية والمتحدة الإنتاج الفني، المكان اللي بنشرف إن احنا نتبع إليه، هو يعني لازم يخليك دايما على يعني على قدر من الخبرة، وعلى قدر من إن انت دايما ستاند باي للفعاليات الكبيرة والأحداث الكبيرة، لأن في الأول والآخر الثقة اللي هم حطوها فينا إن احنا شباب وإن احنا نقوم بتغطية مهرجان بالحجم ده وعلى السنة التانية على التوالي يعني، فده لازم يخليك دايما مستعد ودايما مذاكر ودايما دقيق ودايما يعني شايف اللي جاي ومستعد لأي مفاجآت عشان تكون على نفس القدر من شركة بحجم الشركة متحدة. المتحدة يعني. طيب اكيد النقل للحفلات والمهرجان بصفة عامة وراك تجهيزات كتيرة جدا، انتوا هنا من امتى وايه التجهيزات اللي انتوا قمتوا بيها علشان نخرج بالصورة المشرفة دي؟ والله احنا بنجهز للمهرجان من اخر يوم في النسخة السابقة، ياه وكان اول حاجة اتقالت لينا ان احنا نجاح النسخة الاولى هو هيضاعف الحجم المجهود اللي هيتم بذله في التجهيز للنسخة التانية. احنا بنجهز من السنة اللي فاتت فعلا، بس احنا فعليا على الارض بقالنا اكتر من 4 شهور معاينات بيننا وبين جميع الشركات المشاركة في تجهيز المهرجان. والمهرجان زي ما احنا عارفين هو مش الحفلات فقط، هو الحفلات وفعاليات فعاليات وبرامج. فاحنا كل يوم كنا بنعمل معاينة المكان، اختيار مكان الأرينا الجديد ده ما كانش بالصدفة، ده كان يعني نتاج مجهود ونتاج ان كل الشركات اجتمعت عن ان اليو ارينا تتنقل للمنطقة الجنوبية من بالظبط. الشاطئ. وكان من ضمن الاسباب لنقل اليو ارينا او نقل المكان الارينا للمكان الجديد ان لازم نقول ان العلمين مش بس الممشى السياحي والابراج الشاطئية، في مكان زي المدينة التراثية اللي فيها المسرح الروماني وفيها اوبرا وفيها سينما وفيها مكان للخدمات متكامل وللمعيشة. والجديد بقى ان هي يعني كل المكان كله لان هو بقى فيه اليو ارينا الجديدة مساحة اكبر وتستوعب عدد اكبر، ويعني مكان هو انا شايف ان هو كان اختيار صائب يعني. اليو ارينا كانت مميزة جدا في ان هي مساحة كبيرة زي ما انت بتقول ومكان افضل، بس اكيد هي المساحة الكبيرة دي بتحتاج تقنيات وكاميرات اعلى وتجهيز كبير جدا عشان تقدر تنقل الحفلات للمشاهد اللي بيتابعها في البيت بشكل فيه بصورة جيدة، بصورة تحسسه ان هو كأنه في قلب الحدث زي ما بنقول دايما، او جوه الحفلة نفسها ومستمتع وهو قاعد بيشاهدها في التلفزيون. والله احنا كبث تلفزيوني ونقل وتصوير احنا بنبقى اخر حلقة في حلقات كتيرة جدا كانت قبلينا يعني، احنا في مجهود شركات واشخاص بالمئات لازم احنا اللي مكلفين بان احنا نوصله للناس. فكان تجهيز الارينا من شاشات واللايت سيستم والساوند سيستم ده كان لازم كله يظهر بشكل يليق بالمكان. طبعا المكان اكبر بكتير، فكان ده مجهود علينا ان احنا لازم المكان يتصور بشكل لائق يعني كما هو يستحق. تمام. وكمان كان عندنا ان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والشركة المتحدة للإنتاج الفني ما كانتش بتبخل علينا بأي إمكانيات او اي حاجات محتاجينها ان هي تساعدنا في إظهار المكان بالشكل اللائق يعني.